بداية لتجمع حشود العراقيين الأحرار المطالبين بالحقوق والرافضين للذل والهوان. التجمع الآن بمحافظة بابل لأحرار بابل والشرائح المظلومة من بابل، أيضا بقية المحافظات بالطريق متوجهة من الناصرية، من محافظة المثنى، أيضا من الموصل، من كركوك. التجمع راح يكون إن شاء الله بالقرب من رازة الجمهورية. الهدف من هذه التظاهرة بعد أن الحكومة والبرلمان سوف أهم وألح المطالب اللي يحتاجها الشعب العراقي، ظلم شرائح مهمة وضرورية، ظلمها بالموازنة وقبلها أيضا أكو خرق للدستور، مخالفات دستورية، تظاهرات كثيرة خرجت، وكانت هناك وعود من قبل الحكومة والبرلمان، وهذه الوعود للأسف الشديد بعد إقرار الموازنة تبين أنها كاذبة.